خيال خيال على الباقر صار الهم خيال خيال امام ويحتضر لا شيء والله امام ويحتضر لا شيء خيال خيال رجع يذكر مصاب الغاضرية هي يا رجع يذكر مصاب الغاضرية هي ضرية بارك الله بك في دوار روح للمهجور بحق الزهراء اللي يحب واسي الزهراء الليلة يتقدم إلى الأمام وقوم على حيلك بارك الله بك رحم الله من ذكر القائم من آل محمد اللهم صل على محمد ويلي يا عائل ما يا اسمه استشهاد مسلم بن عقيل هذا من باب الحوائج ان شاء الله ناخذ حوائجنا هالليله تسري بدليلك نار اسمحني بارك الله بك تسري بدليلك نار يا خامس الانوار تسري بدليلك نار يا خامس الانوار من الغاضريه ها اليوم المنيه تسري بدليلك نار بارك الله بك لقضاء الحوائج شفاء كل المرضى اللي أوصانا بالدعاء كل اللي عندهم حاجات في هذا المجلس إن شاء الله تقضى حاجاتهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم اللهم صل على محمد وآل محمد تسري بدليلك نار يا خامس الأنوار تسري بدليلك نار يا خامس الأنوار من الغاضرية اليوم المنية
تسرب دليلك نار، تسرب دليلك نار، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، تسرب دليلك نار يا خامس من الغاضرية، من الغاضرية اليوم المنية، تسرب دليلك نار، تسرب دليلك أي بارك الله بيك، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، تسرب دليلك نار يا خامس من الغابرية، من اليوم المنية، اليوم المنية، تسرب دليلك نار، تسرب بعد مرة إن شاء الله ونلطم وراها، تسرب دليلك نار يا خامس بارك الله فيك، تسرب تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، من الغاضرية من الغاضرية اليوم المنية، تسرب تسرب دليلك نار، تسرب دليلك نار، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، من الغضرية اليوم المنية، تسرب دليلك ما شاء الله، تسرب آخر مرة العيد المستهل، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، بارك الله، تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار، من الغضرية اليوم المنية، بارك الله، تسرب دليلك بعد مرة أخيرة، تسرب دليلك نار، مين صغرك يا خامس نور، تجرع قلبك الآلام، مصايب بيتشت الكونين، وصيدعت شبدت الإسلام، هذا النصغاتي من صغرك يا خامس نور، تجرع قلبك الآلام، مصايب بجت الكون، وصدعت جبدة الإسلام، كل أهلك المظلومي ضمايا وبالبراري تنام، إجرام يا لمي إجرام، تعد حدودك الإجرام، تعد حدودك الإجرام، حتى الطفل ذبحوه سهم المني يرموه، حتى الطفل ذبحوه سهم المني يرموه، من هالرزية اليوم المنية، تسرب دليلك بارك الله، تسرب دليلك نار يا خامس بارك الله فيك، تسرب دليلك ما شاء الله، خذ وروح يا خامس من الغاضرية، من الغاضرية اليوم البنية، تسرب دليلك نار، شافت عينك الأحباب صرعه تنايم على التربان، جثث والروس يفوق الرماح، دمها مخ
خضب الويل يا حرام واطفى يا المرعوب تغيري عليهم العدوان هاي تصيح عيني وذاك يستنجي ديمني النيران يستنجي ديمني النيران وانت وسط الخيار شاهد ألم ليتام وانت وسط الخيار شاهد ألم ليتام عيونك جرية اليوم المنية عيونك جرية اليوم المنية تسري بدليلك نار يا خار ما شاء الله يا خامس الأنوار من الغضرية يوم المنية تسرب دليلك نار آه قلبك سايا عدل ما عبو إلى خادم الحسين السيد نبيل أبو العيسى الكاظمي اي قلبك نسى يا عدل ما عبوك شلون تحمل اللوعات يا حادي عشر مين عاشور يا حادي عشر مين عاشور حرامكم صبحا يمر يملات وانت تشوف ابوك ينوح علب الايد ما يشتوفات وضعا وضعا آل الرسالة يسير فوق الهيدي اللي الشامات فوق الهيدي اللي الشامات شاهدت عينك جور صدع قلب الصخور شاهدت عينك جور صدع قلب الصخور من آل أمية ليوم المنية من آل أمية ليوم المنية تسري مرة تسري بدليلك نار يا خار ما شاء الله بدوها رحلة تسري وانت قاعد جاوب بدوها رحلة يا خار للغا المن يوم المنية تسرب دليلك قلبك سايا عدل ما عبود شلون يتحمل اللوعات يا حادي عشر مين عاشور حرامكم صبحا يمر يملات وانت تشوف ابوك ينوح عالبي الايد ما اشتوفات وضعين قليل الرسالة يسير فوق هي زي الشامات شاهدت عينك جور صدع قلب الصخور من آل أمية ليوم المنية تسرب دليلك نار ما شاء الله يا بدو أروح لها صوت الحسين تسرب دليلك نار
يا خامس الأنوار من الواطنية يوم المنية تسرب دليلك نار وشايفتي يضعون أبو الأحرار تحدي بيها أرض الناس بعيد ما كان يحمي ضعون أهلك عمك العباس أهلك عمك العباس وجني بيك تصرخ قوم يا ابو فاضي للهال ارجاس زيم سيفك يا عمي وصول ويحمينا يا ابو النوماس ويحمينا يا ابو النوماس يا عمي شفنا الويل لا ناصر ولا كفيل يا عمي شفنا الويل لا ناصر ولا كفيل من المسيا من المسيا اليوم المنية تسرب دليلك نار تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار تسرب دليلك نار يا خامس الأنوار من الغاضرية يوم المنية تسرب دليلك نار قلبك لو صخر لو ذاب قلبك لو صخر ذاب يحييني الشايف ابو السجاد خراسه بالطشيت ماخذو بثنايا يضرب الجلاد ثنايا يضرب الجلاد اي قلبك لو صخايا حين الشايف ابو السجاد راسه بالطشيت مخضوب بثنايا يضرب الجلاد ولوعة طيف لماتت فوق راسه وصدعت لك بعد بجسيم هالطيف لأثر صياد الجيش المجرم ابن زياد الجيش المجرم ابن زياد لو كأنك صرخت بصوت بيا ذنب عمت تموت كأنك صرخت بصوت بيا ذنب عمت تموت لو عتقي اليوم المنية لو عتقي يوم المنية تسرب دليلك تسرب دليلك بعد مرة تسرب تسرب جمر أم الحزين ودموع أبوك صدعت كل حين وما خمدت بقلبك نار يا عبد الله رضيع حسين يا عبد الله والأكبر عمك وجسام
جمرتهم تفجري العين ورزايا السدي وارض الشام تعيش بناظرك للبين. وبمثل هذا اليوم لربك رحل مسموم وبمثل هاي اليوم ربك رحت مسموم وعشت بأذية اليوم المني وعشت بأذية يوم المني. تسري تسري بدليلك نار تسري بدليل يا خالق يا خامس الأنوار تسري بدليلك نار يا خامس الأنوار للغاوية يوم المنية تسري بدليلك نار تسري بدليلك نار تسري تسري بدليلك نار اي ما ذينه ما ذينه مصابك ما ذينه ما ذينه مصابك ثارك ثارك ما ناسينا ثارك ثارك ما هذا جوابك اي ما ذينا مصابك ما ذينا ثارك ثارك ما ناسينا اي السوا وقبرك بالقاع غلطان اللي ظن ثارك ضاع خيسمعونه للأطماع قبرك شال الشيعي بعينه ثارك ثارك ما نا ما شاء الله ثارك ثارك ما نا آيا يا ما عديت أربع سنينك حضرت باللطف ويا حسينك ما عديت أربع بسنينك وحضرت اللطف ويا حسينك شفتني ذبحون بعينك عينك شافت ذبح بنينك ثارك ثارك ما ناسينا ثارك ثارك ما ناسينا آه شفتي خيمكم من حرقوها رحتي ويا العيل اللي يسروها والحرة بصوتي يضربوها وسيد جادك شفت مقيدينا ثارك ثارك بعد بعد ثارك ثارك ما ناسي آه يا باكر من يظهر مهديها يا الباقر والله يصف فيها بعد باكر من يظهر مهديها يا الباقر والله يصف فيها وبعد للغا يبي يمليها ياخذ ثارك يا والينا ثارك ثارك ما شاء الله هلا اي ثارك ثارك منك الظالم باغي غادر من يلسم كبدك الباقر من يلسم كبدك الباقر باكر كل شيء تقر عينه ثارك ثارك ما شاء الله هلا ثارك ثارك ما ناسينا اي
باكر هو يرد له فتنا وبايدينا شف دمعتنا ويرد لها بالامتنا ويرد لها بالامتنا بعد بعد ويرد لها بالامتنا باكر من يظهر مهدينا فارك فارك ما ناس بعد بعد فارك باكر قبرك يطلب فارك من الرايد من الرايد من الرايد ويمحون اثاره ومنعوا يا الباقر زواره ومنعوا يا الباقر زواره وبفتواهم لمكافرين ثارك ثارك ما ناس ايه ثارك دعاء هذا ترى ما ناس باكر جاي ولا بد منه علتك فيرت حل اللعنة علتك فيرت حل اللعنة باكر جاي ولا بد منه علتك فيرت حل اللعنة والبطن امي يرد يتمنى ولا ما اشب درب الشياطين ثارك ثارك ما ناسينا ثارك ثارك ما ناسينا الهنا وسيدنا ومولانا بحق الإمام المظلوم الإمام محمد الباقر تقبل منا هذا القليل بأحسن قبول يا الله اللهم اقضي حوائجنا لا سيما من أوصانا بالدعاء بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله اللهم اشف مرضانا لا سيما المنظورين بمريض كربلاء ابي الامام الباقر زين العابدين يا الله اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه للتعجيل بفرج مولانا صاحب العصر والزمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا ومن الحاضرين لا سيما المؤسسين لهذا المجلس الشريف وبلغ اللهم أرواحهم أرواح موتاهم وموت الحاضرين لا سيما أخينا الدكتور عباس البستاني الذي وافته المنية نهدي جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.